فاجأني محمد يعني فز. صدق انك رديتني ايام زمان، كنت محافظ علي كأنه ولدك. ها تليفوناتي وما حد يتشاف. الحين بسوي طريقه وعسى انها تضبط. خلاص بقلع بخرب خلاص. ايش رايك؟ انت تشتتني في هذه المكان الطيب. هات المفتاح دور يا عاد. وصلني سد وادي عهد. مساكم الله بالخير. فاجأني ابو محمد يعني فزت. ايش هاي المفاجأة؟ بنغير كله في الكورس كله في ذاك بشر اليوم في الزويد في ابو زويد يوم لك اشتك. ان شاء الله هشني ورا ايش الخير ما شاء الله. عاد تحمل شوي. يلا بسم الله. ابو محمد تصدق؟ تصدق انك رديتني ايام زمان؟ بعدين بدرول؟ أعوذ بالله. ليش الصراحة ريحة الزيت تي حركات لمساتك ما شاء الله. من متى عندك الزيت حمد؟ كم والله يمكن 2012 من 2012 تقريبا 2012 لكن محافظ عليه كأنه ولدك. ها الربع امورك طيبة. امورك طيبة حسدك على هاي النقطة. الله يعطيك خير يا اخي ويكفيك شر يا رب. وهني بيكون التخييم ان شاء الله. فرشنا خيمتنا الامور طيبه وبستيح صافط وهذه الجلسه الفاخره. ابو محمد هلا ابو ناصر. كيف كنا غايه العشاء؟ غايه ان شاء الله. ايش ترتيباتك هني اليوم؟ انبرتوك كهو. انا اقول كهو. اليوم ما حصلنا احنا بنسوي تونه. حلو ترتيبك حلو. القهوه عامره ما شاء الله ما شاء الله. أهل بريج العسيري. جزاك الله خير يا أبو محمد. أبو ناصر هلا. أبو محمد ما شاء الله عاد تصور. خلاص ما تفهم ايش سويت. هذه الفيشة حلو ما طاحت تركب على الزد. حلو ما أعرف كيف يعني ايش سالفة. بس الحين نحن بنعبي تليفوناتني وما عاد نتشارج. بس بسوي طريقة وعسي انها تضبط. عندنا هذه الليت بس بستغل من الواير وبركبه على البطارية هاي دايركت. حتى هذه شكل بعد مشكل. استوعبت معنا اليوم خيانة من كل شيء. تشكل ما طاعت تعبي. فالحين بسوي طريقة وعسي انها تضبط وبنصور حال الشباب. يلا نتريق. جزاك الله خير. اشتغل ليت يا ابو محمد. لحظة هين الليت. هذا اشوف. ايوه نشوف ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا التليفون. حمد شعدي وحمد شعدي. صدق يوم تكون في السيح تتعلم اشياء كثيره. هذا الحين لين سنه قدام سمعنا بهالتعبير. طبعا ابو ناصر سوى اللي في السياره هني يركب في الموجب وهذه هني يركب في السالب الحق في البدي. فابو ناصر سوى هذه الموجب ركبه في الموجب والسالب ركبه في السالب وظهرت التفاحه. ايوه خلاص بقلع بخرب خلاص. ايش رايك؟ لكن يفوز طبعا. هذه اللي ما يعرف ابو ناصر هاي ما يديد عليه. هاي الابتكارات. صدق منت بعدك شاب. لكن الحمد لله رب العالمين هذه انتهت المشكله. السيح والله يعلم السيح. نعم هذه الطلعات البر والسيح والصحراء يعلمن. الحمد لله رب العالمين. وجهاز عشاء ابو محمد جزاك الله خير. كفو نقول كفو كفو. الله يعطيك الصحة والعافية. أحسنت أحسنت. والحين وقت الركاد إن شاء الله. اليوم من يرى هذه الخيمة ما شاء الله ما شاء الله واسعة. 2:30 في 2:30. أبو محمد كيف مستعد للنوم؟ يلا زين. وايد غبرا. تصبح على خير يا أبو محمد. أنت بخير يا أخي. وإلى اللقاء. هلا هلا صبحكم الله بخير. وهذا ربنا إن شاء الله بيصبح. وهود مدفوح. إن شاء الله خير أبو محمد. راح الترتيب. صبح الله صبحك
الله بالخير يا ابو محمد. جزاك الله خير. وهذا ريوقنا المتواضع. ما شاء الله ما شاء الله. ايش رايك ابو محمد؟ راي مره. مره. ايوه تجلسنا داخل هاي الخيمه لان ذاري برع شوي. احسن. عشان نرتاح في الاكل. وانتهت كشتتني في هذه المكان الطيب مثل ما تشوفون. اترك المكان افضل مما كل الكشرة يس واقرب حاجة ان شاء الله تعالى. دقينا لي احلى سبحة الحمد لله رب العالمين والحين نشوف لنا وجه ابو محمد. هات المفتاح دور يا عاد. من يرب هز من يرب هيب وسديح شوية. عاش عاش ابو محمد سوى حل معزبك قهوة. اول تهال كنية الحين دورك. ها لكن قهوة وزد تحس عمرك في 2000 لا تحس عمرك في 88. ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك في سيارتك يا ابو محمد. ما شاء الله ما شاء الله موتر ممشى حلو ولطيف هش وجو. محمد الله يعطيك خير ويكفيك شر يا رب. وصلني سد وادي عهن. ما شاء الله ما شاء الله هالمكان العشاء ان شاء الله هني منتجلس نسوي لنا عشاني الامور طيبه. ان شاء الله هي مكان العشاء المكان الاخضر. بس عاد مشكله الشباب جزاهم الله خير شيء منهم يعني الاوصاف ما يشلون. فزين نحافظ على البيئه مثل هالمكان الطيب يعني بترجع لي انت بتروح وبترد لي ان شاء الله تبارك الله. حياكم وبيكم. شفت خضاره يريح البال ويرد روح شخص خذتها الهموم عاش جفنا سنين معي خويا على الشدة حصان الجموح على المراجل تهقوى لو يطول المسير ويشب نارا على جاله دلالة تفوح برية عذب ماها من صفات الغدير للسهل جمر الغضال. جزاكم الله خير شباب. جزاكم خير معني ويابين عشاهم معهم. ما قدركم ده ما قدركم. ما في صرف صراحة بأمانة يعجز اللسان على شكرهم بأمانة. وانتهت قشتتنا في سد وادي عاهم. مثل ما يقولون اترك المكان افضل من المكان. ما شاء الله تبارك الله. والشباب ما قصروا. ابو علي جزاك الله خير. اكرمكم الله ما قصرتوا. جزاكم الله خير. ما قصرتوا والله يعطيكم الصحة والعافية. ما قصرت سمحنا على قصور. لا انت وابوي سامحوني انت وسامحوني. جزاكم الله خير. احسنتوا احسنتوا.